عندهم علاقه. قلت لك النهار اللي ولات علاقه وليت انا رخفت على ولدي كنقول انا نبقى نقول له جيب لي وهي نجرو حتى يولي فيه شي انفجار، ميكت عليه كنطلب ربي كنقول يا ربي تعفو عليه منها يتفرق معاها ولا يدير له تاويل. ما قلت له لا خذها ولا ما تاخذهاش، ما كندخلش في حياته انا يعني ماشي معارضه ماشي منافسه معاه، خليته يدير داك الشيء اللي بغى. قلت نهار اللي غادي يعيا منها راه غيبعد منها ولا كتب ربي. فاش قنت من هادشي وليت كنقرا القران يوميا وكنديروا له في القرعه باش يشربوا، باش ربما كانت كدير له شي حاجه. هذا هو طريقي، كنقرا القران سوره البقره اقسم بالله اقسم بالله سوره البقره كل فجر كنقراها وندير له في القرعه باش يشربها كل صباح، وكيدخل كيشرب داك الميه. ولاني واخا هكاك هذوك عائله طاغيه ماشي ديال السهوله ماشي ديال شي حاجه ما لقى هذيك حتى الحاجه. ورغم ذلك كنقول انا حتى كنت لق له الجواج وضرب بها الكاريطو وياخذها، حيت كنشوف هز لاكارط ومشى بها جا بها. كنقول احتمال عندي في عقلي ديما كنقول ربما كيجمع له وراقه الكاريط، كنقول انا غادي ندوز مع هذاك الشيء اللي قسم له الله وما نضغطش عليه، والوقت اللي جا عندي غنحلوا الباب مرحبا به. ولدي دارهم هذه اصلا انا دارهم كنقولوا اشرف اللي فيها. والنهار اللي ما غاديش الله يرحم ولدي دور انا ديره. قلت لك ولدي راه ما كاينش بحاله، قانع ومحترم ونقي. وفي الاخر ولدي انا صفرتو للناظور باش نفرقوا معاها، جات كرات في ديك الدار اللي قدامي باش تنتقم مني وجايبه معاها الزفريه، وجابت صحابو باش يهزوا معاها الرحيل. فاش طليت بقات كتقليني وكتفقصني. كاينه علاقه بيناتهم؟ عندهم علاقه. قلت لك النهار اللي ولات علاقه وليت انا رخفت على ولدي كنقول انا نبقى نقول له جيب لي وهي نجرو حتى يولي فيه شي انفجار، ميكت عليه كنطلب ربي كنقول يا ربي تعفو عليه منها يتفرق معاها ولا يدير له تاويل. ما قلت له لا خذها ولا ما تاخذهاش، ما كندخلش في حياته انا يعني ماشي معارضه ماشي منافسه معاه، خليته يدير داك الشيء اللي بغى. قلت نهار اللي غادي يعيا منها راه غيبعد منها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.